النهارده واقارنه باول مره دخلته هلاقي حاجات كتيره قوي اتغيرت. النادي كله اتغير تقريبا من يوم ما دخلته اول مره زمان. كل واحد تولى المسؤوليه عمل اضافه، كل حاجه اتبنت وراها حكايه وناس مخلصه. اللي طور ملعب التتش، واللي اتبرع لبناء صاله راتب، واللي بنت مسجد النادي. طب ايه حكايه شجره الخالدين؟ ايه حكايه بناء حمام السباحه والمبنى الاجتماعي والمبنى الاداري؟ امتى اتبنت صاله الكاراتيه وصاله الشهداء وصاله الامير عبد الله الفيصل؟ امتى الاهلي فكر في بناء مقرات تانيه؟ مقر مدينه نصر، مقر الشيخ زايد، وكمان مقر التجمع اللي قرب افتتاحه. خلاص مش بس كده، الأهلي افتتح فرع في الأقصر عاصمة آثار العالم. ولما تشوف دولاب الكؤوس بتشعر بفخر كبير قوي. تاريخ طويل من البطولات والإنجازات. يا ترى إيه أول بطولة فاز بيها النادي الأهلي؟ وإزاي قدر يقتحم القارة الأفريقية ويصبح نادي القرن؟ أفضل نادي في القرن العشرين، النادي الأهلي المصري في القارة الأفريقية. مش بس كده، إزاي قدر يدخل عالمية كمان؟ وقبل كل ده ليه الأهلي قالوا عنه أبو النوادي؟ نادي الوطنية، نادي القرن. وإزاي الأهلي صنع شعبيته الكبيرة دي؟ بتالي مهم جداً إننا نعرف الأهلي اتأسس إزاي والفكرة جت منين. كل ما كان في النادي له حكاية مهم إننا نعرفها، مهم كل أهلاوي يعرف تاريخ ناديه، مهم نعرف المؤسسين العظماء ورؤساء النادي ورموزه ونجومه عبر تاريخه، الناس اللي صلعت تاريخ نادينا الكبير. مهم نعرف إزاي وصل الأهلي للمكانة دي، ومحتاجين كلنا نعرف تاريخ الأهلي من واقع الأوراق الرسمية. محتاجين نعرف تاريخنا مش من حكايات متداولة، لأ، من مطبخ صنع القرار. محاضر مجلس الإدارة فيها تاريخ نادينا، تاريخ لازم يقراه كل اللي بيحب وبيعشق هذا الكيان العظيم. تاريخ لازم نقراه مرات ومرات. المحاضر دي فيها سر النشأة، فيها سر الأهلي، فيها تاريخه. من هنا نبدأ حكاية النادي الأهلي من واقع الأوراق الرسمية. أوراق كتب أول حرف فيها محمد أفندي شريف، أول موظف في تاريخ النادي الأهلي، ولازم نفتكر الاسم ده كويس. وعندما تتحدث عن النادي الأهلي عليك أن تنتبه، فأنت في حضرة تاريخ مجيد.